السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اليوم يتوج اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر مع فريق ميلان، وكذلك ميلان بعد غياب ل 11 سنة عن عدم التتويج ببطولة الدوري الإيطالي، يعود مجددا ليتوج النادي ميلان النادي العريق والكبير. ويعتبر إسماعيل بن ناصر كأول جزائري يتوج بالدوري الإيطالي في المسيرة الكروية. إسماعيل بن ناصر أول جزائري يتوج بالكالتشيو الإيطالي، فيما ميلان العريق يتوج مجددا بعد غياب 11 عام عن التتويج بالدوري الإيطالي. مبروك لإسماعيل بن ناصر ولعشاق إسماعيل بن ناصر ولعشاق ميلان بهذا التتويج بعد موسم خرافي ورائع، موسم جيد لميلان، والعودة تدريجيا إلى المستوى المعهود لدى العملاق الكبير ميلان في إيطاليا وفي خارج إيطاليا في أوروبا ككل. كما كنا نعرف ميلان سابقا نادي كبير ونادي عريق، نادي يستحق الخير. طبعا لديه عشاق من جميع أماكن أو من جميع مناطق العالم، لديه عشاق هذا النادي الكبير والعريق. اعتدنا على ألقابه ويعود مجددا الألقاب بعد موسم خرافي، كان قد شارك في دوري أبطال أوروبا وموسم جيد في الدوري الإيطالي ولعب نهائي في كأس إيطاليا. نقول ألف مبروك لإسماعيل بن ناصر وبالتوفيق له مستقبلا، وهذا وكل شيء لدينا وإلى اللقاء.